قد تحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى الأبد أمين. بنعمة الله شهادة الروح القدس نكمل تأملاتنا في سفر الرؤيا الإصحاح 2 العدد 9 و10. قلنا ملخص قلناه قبل كده عن ملاك كنيسة سمرنيا من العدد 8 عدد 11، نتكلم على ملاك كنيسة سيميرنا وقفها أو ملاك هذه الكنيسة القديس بوليكاربوس آمن بسيد المسيح سنة 83 عيد القديس يوحنا الحبيب استشهد 169. سيميرنا كنيسة في تركيا حاليا اسمها أزمير. قلنا معنى كنيسة سيميرنيا يعني المر أو الألم أو الضيق، ترمز لكل إنسان مسيحي أو مؤمن طول ما هو عايش في الجسد وفي العالم عنده ألام وضيقات وأحزان. سيد المسيح لم يخدعنا بل قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقلنا المسيحية الحقيقية الواقعية العملية إن في آلام في ضيقات، فالمسيح حب يشجع ملاك كنيسة سمرنا وأنه هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، وربنا قال له وما يقول لنا ما تخافوش أنا معكم طول الأيام ولقضاء الدهر، أنا الأول والآخر بالنسبة لكم، أنا أحميكم أنا أحرسكم. بس المهم إن ربنا يبقى بالنسبة لنا الأول والآخر في حياتنا. الذي كان ميتا بالناسوت وبالصليب وعاش باللاهوت وبالقيامة. والعدد 9 يقول له أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. كلمنا المرة اللي فاتت لغاية النقطة دي، قلنا رغم أنه فقره مادي سلبوا أمواله الوثنيين واليهود، لكن غني بالإيمان ونعمة ربنا زي ما قال الرسول بولس نحن فقراء لكن نغني كثيرين. هنكمل النهارده نعمة ربنا الجزء الثاني من العدد 9 اللي ما يقول وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. تجديف القائلين انهم يهود وليس يهودا بل هم مجمع الشيطان. تجديف بمعنى ادعاء، ما يدعوا انهم يهود هم ليسوا يهودا. ودي موجوده سيد المسيح جاوب عليها في يوحنا 8:39 على هذا الكلام. أجاب وقال له اليهود قالوا للمسيح أو المجد أبونا هو إبراهيم. اليهود ما يفتخروا أن هم أولاد إبراهيم. قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ويدعوا أن هم أولاد إبراهيم. في العدد 44 يقول لهم كلام صعب، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريد أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت بالحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنه يتكلم مما له أنه كذاب أبو الكذاب. ودي مشكلة مسيحيين كتير يدعوا أنهم أولاد الله
فيعرفون الله. نفس المشكلة اللي كانت زمان موجودة لغاية دلوقتي. ناس كتير ما يدعون أنهم يعرفون الله ويحبون الله، لكن عمليا لا. ودي حزبت هذا الكلام بآية زي ما انتوا عارفين، كل كلمة ما قولها ما جاب لها آية تثبت كلام اللي احنا ما نقوله. في تيتوس 1:16، ناس مسيحيين كتير يدعوا انهم يعرفون الله، زي اليهود كانوا يفتخروا بانهم هم اولاد ابراهيم، والمسيح قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، ولو انت ابن المسيح هتعمل اعمال المسيح. اولاد الله ظاهرون، اولاد ابليس ظاهرون. والايه اللي تثبت هذا الكلام موجوده في تيتوس 1:16، يقول كده: يعترفون بانهم يعرفون الله، فيعترف انه يعرف الله، ولكنهم بالاعمال ينكرونه. اقولها تاني، ناس كتير ما يقولوا انهم يعرفون الله ومؤمنون بالله ويحبون الله واعمالهم غير كلامهم. عشان كده الكتاب يقول لك اولاد الله ظاهرون اولاد ابليس، وقال من ثمارهم تعرفونهم. فانا احب ليس بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل والحق. الآية واضحة زي الشمس، يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. اثبت لي ان انت بتحب ربنا، مش بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ما تحب ربنا ازاي؟ المسيح قال من يحبني يحفظ وصاياي، وصايا ليست ثقيلة. هل المسيحيين يسمعوا كلام الله يحفظوا كلام الله ويعملوا كلام الله وينفذوا كلام الله ولا لا؟ دي مشكلة. ولكن بالأعمال ينكرونه. عشان كده ليس كل من يدعي أنه مسيحي يعرف الله. عشان كده الرسول يوحنا نفسه ما كلم عنه في يوحنا الأولى 6، نشوف بقى الذين يدعون أنهم يعرفون الله زي اليهود يدعوا أنهم أولاد إبراهيم، والمسيح قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لتعملون أعمال إبراهيم. والمسيح بيقول له كل واحد مسيحي لو أنت ابني تعمل أعمالي، زي ما قال الرسول بولس: كما سلك زاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. ينبغي. يوحنا الأولى 4:6، كل واحد يعرف يطبق كلام ربنا وكلام الإنجيل والآيات على نفسه كيما يستفيد من الوعظ ومن كلام ربنا. 6: نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. أولا تاني، المسيحيين لازم يسمعوا الكلام. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا. اللي يعرف ربنا يقول حاضر ونعم وينفذ اللي يسمعه. وزي ما قلت قبل كده، في ناس تسمع وتقول حاضر وتنفذ، وناس تقول حاضر وما تنفذ، والناس اللي عايز يسمع ولا يقول حاضر ولا ينفذ. دول كذا نوع من البشر. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. هيسمع الكلام يبقى فيه روح الحق. روح الحق هو روح المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة. روح الضلال اللي هو روح الشيطان،
اللي ما يضل الناس. عشان كده يقول ما يمدحهم المسيح، ما يمدح ملاك كنيسة سليمان، يقول له تجديف القائلين انهم يهود وليس يهود بل هم مجمع الشيطان. خلي بالكم بقى العادات بتاعتنا، مجمع للمسيح ولا مجمع للشيطان؟ الجلسات بتاعتنا مجمع للمسيح ولا مجمع للشيطان؟ كلامنا يمجد المسيح ولا مع الشيطان؟ خلي بالكم يا مسيحيين، كل جلسة، كل قعدة، كل تليفون تمجد ربنا ولا تفرح الشيطان؟ قال هم ليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. نفس المشكلة موجودة مع المسيحيين، أي قعدة فيها إدانة هي مجمع للشيطان، أي قعدة فيها اسم ربنا دي تمجد ربنا. مجمع القديسين، والسماء هو مجمع القديسين، مجمع الملائكة. ليه مجمع الشياطين؟ لأنهم يحققون رغبة الشيطان، زي ما قال يوحنا الأولى 3:10، أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. مجمع الشيطان لأنهم يسلكون برأي الشيطان، مجمع الشيطان لأنهم يقومون عمل الله، والشيطان هو الذي يحركهم لاضطهاد المؤمنين. وكل التعب لما يجي لأولاد ربنا من الناس الأشرار، والناس الأشرار ما يحركهم الشيطان. نيجي لعدد 10، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، وإذا إبليس مزمع أن يلقي بعض منكم في السجن كي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وزي ما قلت لكم كنيسة سيمانيا هي كنيسة الضيق والألم، ولسه في ضيق 10 أيام، وحنشرح يعني ايه ضيق 10 أيام. نقول لا تخف البتة، البتة يعني نهائيا، بالإنجليزي نيفر أو بالألماني ني. لا تخف، اتكلمنا قبل كده ما هو الخوف، أسباب الخوف، أنواع الخوف وعلاج الخوف. الكلام ده كله موجود متسجل على الصفحة بتاعتنا أو على الفيس، مش هنكرره. لا تخف البتة. فربنا بيقول للقديس بيركربس أنت هتدخل على الاستشهاد وعلى الموت، وما تخافش البتة، ما تخافش خالص حتى من الاستشهاد. وهقول آيتين تؤكد هذا الكلام في رؤيا 12:11. حب يطمنوا ربنا، يطمن القديس بيركربس ملاك هذه الكنيسة في رؤيا 12:11، وهم غلبوا الشيطان وغلبوا الموت وغلبوا العالم وانتصروا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. حب المسيح أكثر ما يحبوا حياتهم، عشان كده كان سهل جدا عليهم ان هم يضحوا بحياتهم لأجل عظم محبتهم في الملك المسيح. اللي يحب ربنا هيضحي بأي حاجة من أجل ربنا. الآية الثانية موجودة في رؤى 12:4-5، تأكيد لكلامنا، وده ربنا مشجع ملاك كنيسة سمردية، ومشجع المؤمنين، ومشجع المسيحيين، بيقولون في العالم هيبقى فيه اضطهاد وظلم وتعب وألام وضيقات وأحزان، سبقت فقلت لكم، لكن ما تخافوش، أنا معكم طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، أنا الأول والآخر، اللي هيموت معايا ومن أجلي هيحيا معي في الأبدية السعيدة.
عشان كده في رؤى 12 أربعة السيد المسيح بيقول كده لينا: ولكن أقول لكم يا أحبائي، يا إحنا أحباء الله الآن، أنتوا أولادي وحبايبي وأنا معاكم طول الأيام، وما تخافوش، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. هذا هو الاستشهاد، أقصى حاجة في الاضطهاد في الظلم في التعب إن الإنسان يموت من أجل الله. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا، يعني ما خافش من الناس، وخاف إن أنا زعل ربنا، وخاف إن أنا أروح جهنم. لكن الناس يعملوا فيها زي ما هم عاوزين، ده كله حيوصلنا زي ما قلنا تسالوكي 2:1 يؤهلكم إلى ملكوت الله. الضيقات والآلام توحل الإنسان إلى ملكوت الله. عشان كده ربنا بيقول له ملاك كيس السمنة: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. قال له في ألم بالنسبة لك، في استشهاد، في عذاب، وزي ما قلت إن هم دخلوه في النار سنة 167 والنار لم تأذيه، فجاء عسكري خبط رقبته بالسيف وطيرها، فالدم اللي نزل منه هو اللي أطفى النار بتاعة الحريق. وذا إبليس مزمع أن يلقي بعض منكم في السجن، وذا إبليس مزمع أن يلقي بعض منكم في السجن. معنى الكلام ده أن الشيطان ما يحرك الناس الأشرار على أولاد ربنا ويدخلهم السجن. وانتم هشوف الظلم اللي في العالم، وياما ناس مسيحيين مظلومين داخل السجون بسبب افتراء من ناس الأشرار، أو ظلم الناس الأشرار، أو تجني الناس الأشرار على أولاد ربنا. فالشيطان هو المحرك الذي يحرك الأشرار على أولاد ربنا. اللي هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعض منكم في السجن. هو السجن، هو الشيطان ما يلقي الناس في السجن، ولم يخش في الناس الأشرار، يحرك الناس الأشرار ضد أولاد ربنا. وذا الشيطان، وذا إبليس مزمع أن يلقي بعض منكم في السجن عن طريق ولاده الأشرار الشغالين مع الشيطان، اللي هم ما يفتروا على أولاد ربنا. لكن ربنا ما يطمننا ويقول رغم كل هذا: لا تخشى أي شيء، طول ما معانا وعود ربنا. قال كده: أما أنت فحتى شعور رؤوسكم جميعا محصاة في متى 10:30. محدش يقدر يلمسنا غير بسماح من الله. وحد لا يدعكم تجربون فوق ما لا تستطيعون، فليعطي مع التجربة المنفذ، عارف احتمال كل واحد قد ايه. ففي زي ما قلت قبل كده 7000 وعد من ربنا ان هو معنا طول الايام ولانقضاء الدهر. ربنا ما يسمح بالتجارب، زي ما قلنا يحب الرب يأدبه في عبرانيين 12. ربنا عايز يشوف مدى محبتنا ليه ومدى ثباتنا فيه ومدى استعدادنا لاحتمال الآلام، كيما ينقينا حتى إذا صبرنا ننال إكليل الحياة. فوجود الأشرار في العالم هو أداة امتحان لصبر المؤمنين وثباتهم. فشكر لله الذي يخرج من الآكل أكلا ومن الكافي حلاوة.
وهذا يبيد مزمع أن يلقي بعض منكم في السجن عند أي الناس الأشرار كي تجربوا تمتحنوا ويظهر معدن إيمانكم وثباتكم ومحبتكم لله. إزاي تعرف الطالب الشاطر من الكسلان اللي ذاكر وتعب اللي ما ذكرش الامتحان في نهاية العام؟ إزاي تعرف إن أنا محب ربنا ولا محبهوش من ثباتي في الضيقات والآلام والحروب؟ زي ما قلت الصبح كل ما يبقى في ضيقات وآلام وأحزان تدفعك تدخل في قلب ربنا، كل ما يبقى في ألم وضيق وظلم واضطهاد تتعمق بمحبة ربنا أكثر. ضيقات متنوعة ينبغي ندخل ملكوت الله كي تجربوا تمتحنوا. فالضيقات هي بوتقة تنقي الإنسان كيما يصفى من ضعفاته ونقائصه زي الذهب يصفى بالنار. والمؤمن يصفى بالتجارب والضيقات وبالآلام وبالأحزان. ويكون لكم ضيق 10 أيام. يا الضيق ورانا ورانا 10 أيام. يعني ايه 10 أيام؟ 10 أيام يعني فترة زمنية محدودة. حتى لو 10 أيام مش يوم ولا 2 ولا 5 ولا 7، لا 10. ورقم 10 ليه تأملات هنتكلم فيها بنعمة ربنا. رقم 10 هو مضاعفات للعدد 5. والعدد 5 في الكتاب المقدس يشيء التعامل، حيث يتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان عن طريق الإيد 5 صوابع، أو عدد 5 بالحواس التي نتعامل بها مع الله. العدد 10 مضاعفة 5، و5 هو تعاملنا مع الله بالخمس حواس، اللي من خلال الحواس 5 يكون قلبنا نقي، وبالقلب النقي نرى الله ويسكن الله فينا عن طريق 5 حواس. ففي علاقة بين 5 حواس وبين القلب. لو 5 حواس نقية هيبقى قلبك نقي، وقلبك نقي هيبقى فكرك نقي، ويبقى فكرك نقي هتقدر تفكر في ربنا وتشوف ربنا وتوب إلى القلب نعم عينون الله. وقلنا 5 تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان عن طريق المعاملات بأصابع اليد 5. العدد 5 في الكتاب المقدس يرمز إلى الاعتذار. شوفي في رؤى 14 العدد 19، الذين اعتذروا عن الدعوة والوليمة، وقال آخر إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لامتحنها، أسألك أن تعفيني. عدد 5 في الكتاب المقدس يرمز إلى الإنسان ما يعتذر. بعدد 5 تعاملنا مع الله عند الحواس 5، تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان. رمز الحاجة الثالثة للاعتذار زي ما قلنا في لوقا 14 19. رقم 5 في قصة السامرية حبت تخفي خطيتها. في يوحنا 4 18 يقول لها كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوج. وعدد 5 في الكتاب المقدس في لوقا 1 24 إن الإنسان يستطيع أن
يستقبل عطايا الله في اتضاع كما فعلت اليصابات إذ أخفت نفسها 5 أشهر كيما تستقبل عطايا الله أثناء الاختفاء. عدد 5 مضاعفات 10 أيام دي رمز للشبع المتكامل، وانتوا عارفين في معجزة 5 خبزات و2 سمكتين بال5 خبزات أشبع 5000 نفس مع عدد الأطفال والنساء. في عدد 5 في متى 25:10 تظهر نشاطنا العامل كما في ال5 وزنات، قد 5 وزنات تاجر بيهم والربع 5 وزنات أخرى. عدد 5 في متى 25:12 تظهر مصير ال5 أعذار الجاهلات، المصير الفاشل. ضيق 10 أيام معناها يشير إلى الكمال، كمال الألم. ضيق 10 أيام، ودي موجودة في أيوب 19:10 عدد 3 يقول هذه 10 مرات أخزيتموني، كمال الخزي والعار. أو 10 يرمز للكمال عموما زي 10 وصايا. 10 يرمز إلى 10 ضربات بتاعة فرعون في العهد القديم. 10 في قصة أيوب وقصة يعقوب، يقول إن لابان اعتذر ليعقوب 10 مرات، غير أجرتي 10 مرات في تكوين 31:7. 10 في قصة دانيال 1:12 قال له جربونا 10 أيام، فدانيال أستاذ فتية طلبوا إن هم يجربوهم 10 أيام ياكلوا البقول. فسيد المسيح استخدم 10 في تعبيره عن العالم كله، صالحين وأشرار، يجمع ملكوت السماوات 10 عذارى، 5 حكيمات و5 جاهلات وال10 عبيد، وامرأة كان لها 10 دراهم. فكل ده في 10 موجود في الكتاب المقدس، ومضاعفات اللي قلنا عليها 5 وتأملاتنا في 5. 10 هنا أيضا يشير إلى الحديث عن 10 اضطهادات التي عدت على الكنيسة أيام الإمبراطورية الرومانية من نيرون حتى دقلديانوس. 10 أباطرة عدوا على الكنيسة واضطهدوا الكنيسة وقدموا شهداء كثيرين جدا، هي موجودة في حياة كتاب حياة الاستشهاد للأنبا يوحنس أسقف الغربية المتنيح صفحة 47. عاوز يرجع للموضوع ده اتكلم على هذه الفترة اللي 10 أيام 10 اضطهادات حلقات من الألم والاضطهاد على الكنيسة حكم الإمبراطورية الرومانية. لكن ربنا عايز يقول اطمنوا إن 10 أيام هيخلصوا وندخل إلى المجاد السماوية. هي فترة محدودة مش هتستمر، عمرنا محدود، الضيقة محدودة، الألم محدود، زي ما قال قداسة البابا شنودة ما فيش مشكلة هتقعد على طول، تطلع 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 وبعدين تزول وتستخبى وتتلاشى. فال10 أيام تشير إلى تعامل الله مع الكنيسة، عشان كده قال
رب المجد في العالم سيكون لكم ديل، بس مطلوب منك كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. في ضيق في ضيق، في الم في الم، بس ربنا ما يطلب مننا شويه صبر شويه احتمال. العشر ايام هيعدوا والضيقه هتعدي، وخليك امين. كنت امينا في القليل هقيمك على الكثير. هتتعب في وجودك على الارض وانت في الجسد 60 70 80 سنه، هقيمك على الابديه ملايين السنين. فبص للنهايه السعيده، ما تركزش على الالم والضيق وعلى العمر القصير العشر ايام، ركز على الابديه التي لا تنتهي. لا حزن ولا دموع ولا كآبة، أفراح ما بعدها أفراح. قال له بشرط كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الإكليل هو التاج الذي يزين الرأس، والإكليل رمز للملك، دائما الملك يلبس تاج. وفي العهد الجديد يوجد ثلاث أنواع من التيجان. أول إكليل الصابرين على الضيق، أول إكليل هياخدوا الناس الصابرين على الضيق، ده موجود في يعقوب 1:12. هنلبس الإكليل في يعقوب 1:12، يقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. هنا تاني، دي أول إكليل، إكليل الحياة، الحياة الأبدية. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة اللي هم 10 أيام، اللي هم فترة وجودك على الأرض، تحتملها بأي طريقة. عشان كده على من يزوي المنتهي فهذا يخلص. بصبركم تختارون أنفسكم ولا تتذمر وتنشغل بالمسيح، هيهون عليك الألم والدقات وكل تعب. مركز مع المسيح، فرحان بالمسيح. طوبى للرجل الذي يحتمل، عايزين شوية احتمال وشوية صبر، التجربة سواء من الشياطين أو من ناس الأشرار، أي نوع من التجارب. معلمنا يعقوب برضو هنا يقول احسبوك إلى فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. إزاي يا معلمنا يعقوب في تجارب أفرح؟ قال عشان هشوف المسيح في التجربة، هشوف إيد المسيح في التجربة، هشوف حضن المسيح في التجربة، هشوف بركات المسيح في التجربة، تعزيات المسيح في التجربة. تنسى، ده اللي حصل مع الشهداء. هم لو الشهداء احتملوا الالام الصعبه دي ازاي؟ كانوا شايفين المسيح، فمش حاسين بالالم الجسدي. تعزيه المسيح خليك تنسى كل الم. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه، لانه اذا تزكى، اذا نجح في الامتحان، تزكى يعني نجح، ينال اكليل الحياه الذي وعد به الرب للذين يحبونه. يا بختك، ليه؟ ده وعد من الرب ليك للذين يحبونه، واللي هيحبه هيحتمل كل ضيقاته وآلامه لأن أنا بحبه. ده أول نوع. النوع الثاني إكليل المجاهدين لأجل الإيمان، ويسمى إكليل البر. يبقى في إكليل الحياة يعقوب 1:12، إكليل البر ده في تيموثاوس 2:4-7. الرسول بولس يقول كده عن إكليل البر: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل،
وليس لي فقط ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. يبقى في إكليل الحياة وفي إكليل البر. إكليل البر هو إكليل المجاهدين لأجل الإيمان، جاهدت وخدت إكليل البر. إكليل الثالث إكليل المجاهدين في خدمة الله، وسمي إكليل المجد الذي لا يبلى. إكليل المجد، إكليل الحياة، إكليل البر، إكليل المجد. دي موجود فين؟ في بطرس الأولى 5:4. ومتى ظهر رئيس الحياة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كله بالآيات. إكليل الحياة يعقوب 1:12. إكليل البر تيموثاوس 2:4-7. إكليل المجد الذي لا يبلى في بطرس الأولى 5:4. ده كلام جميل اللي هيحتمل الضيقة 10 أيام ويكون أمينا إلى الموت، هياخذ إكليل الحياة، إكليل البر، إكليل المجد. نكتفي بكده عشان الوقت خلص بسرعة، وربنا يدينا نعمة إذا هذا الرب عشنا نكمل العدد 11 المرة الجاية. ربنا معاكم، ربنا يحافظ عليكم، وربنا يبارككم بكل بركة روحية إلى المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.